الهادئة والرشيدة لكل أعمال مجلسكم الموقر. والحقيقة ما لمست اليوم من مناقشات وجميعها تستهدف الصالح العام لوطننا الحبيب يعطيني الثقة في إن شاء الله إن إحنا سنجتاز معاً كل هذه الأزمات التي تواجه وطننا الحبيب بما يلبي طموحات المواطن المصري إن شاء الله. واسمحوا لي في البداية أيضاً أن أتوجه بجزيل الشكر والتقدير للجنة الموقرة التي قام السيد المستشار الدكتور رئيس مجلس النواب بتشكيلها لمناقشة برنامج الحكومة، وعلى رأسها السيد المستشار أحمد سعد الوكيل الأول لمجلس النواب، والتي قامت على مدار أيام واستغرقت مناقشتها أكثر من 72 ساعة متواصلة بمناقشة تفصيلية ودقيقة جداً لكافة جوانب برنامج الحكومة. والحقيقة اسمحوا لي أيضاً في هذا التعقيب أن أقدم الشكر لكل من أعطى الثقة لبرنامج الحكومة، وأيضاً كل الاحترام والتقدير لمن رفض وأبدى تحفظه للبرنامج، ولأن هذه هي ممارسة ديمقراطية تامة، ومن الطبيعي أن يكون هناك من يوافق ومن يرفض، هذا هو المناخ الديمقراطي الذي كلنا بنبتغيه وبننشده لصالح وطننا الحبيب. ولكن اللي أنا أريد أن أؤكد عليه أننا تابعت بكل الاحترام والتقدير كل الملاحظات التي أبدتوها في ما يخص برنامج الحكومة، وأتعهد قدام حضراتكم بأن كل التوصيات والملاحظات التي أثيرت سواء من اللجنة أو النهاردة في نقاشات حضراتكم إنها ستكون محل تقدير واعتبار من جانب الحكومة، وستكون ضمن أطر تنفيذ البرنامج إن شاء الله في خلال الفترة القادمة. واسمحوا لي أن أوضح شيء مهم جداً. البرنامج الحكومة وضع المستهدفات لغاية 2030، ولكن لما حبينا نضع رؤية تفصيلية ودقيقة اخترنا أن نضع لمدة 3 سنوات، وهي نصف فترة البرنامج الرئاسي، وده لأن طبيعة المتغيرات وتلاحقها وعدم اليقين الشديد اللي بيواكب هذه المرحلة في عمر العالم وتاريخ البشرية شيء استثنائي، وبالتالي كان من المنطقي أن احنا نحاول نضع خطط تنفيذية نكون قادرين على تنفيذها في خلال المرحلة الأولى من الفترة الرئاسية وهي 3 سنوات. ولكن إن شاء الله مع وضوح الرؤى وما نتمناه من خروج العالم من الأزمات المتلاحقة نستطيع بسهولة شديدة وضع كافة البرامج التفصيلية الدقيقة لباقي الفترة الرئاسية إن شاء الله. ولكن ما أعد به في ضوء ما أثير اليوم إن شاء الله يا دولة الرئيس قبل بدء دورة الانعقاد القادمة لمجلسكم الموقر كل البرامج الزمنية الدقيقة التفصيلية على مدار 6 أشهر من العمر البرنامج ستكون أمام حضراتكم، بما فيها أيضاً الأجندة التشريعية الدقيقة لتكون أمام المجلس الموقر، وهذا ما أتعهد به وسيكون أمامكم إن شاء الله قبل دورة الانعقاد القادمة بما يلبي طموحاتكم وطلباتكم جميعاً. أتطلع لدعم مجلسكم الموقر لبرنامج الحكومة ثم دعمه للحكومة في تنفيذه، وذلك بالتعاون في إصدار كافة التشريعات التي سوف يتطلبها إنجازه، وأيضاً أتطلع إلى دعم مجلسكم الموقر من خلال متابعة عمل الحكومة والتفاعل معها بالرأي والتوجيه على نحو مستمر. وكل التقارير التي أشرنا أننا سنكون ملتزمين بتقديمها لمجلسكم الموقر بصورة ربع سنوية ونصف سنوية وسنوية ستكون أمامكم للمتابعة والرقابة الدقيقة لكل أعمال الحكومة إن شاء الله في خلال الفترة القادمة. ومن خلال دعمكم المستمر فإنني أؤمن بأن نجاح هذه الحكومة إن شاء الله سيتحقق في أفضل فرصه الممكنة. إنني أؤكد لحضراتكم أن العمل العام في هذه المرحلة هو تكليف لا تكريم لأي أحد لأي فرد من هذه الحكومة إن شاء الله،
وإننا جميعاً سنعمل لكي يشعر المواطن بأن هناك تغيير في حياته إلى الأفضل، وهو ما يطلبنا به فخامة الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية في كل المناسبات. ولدينا إن شاء الله الثقة في قدرة مؤسسات الدولة المصرية على الوفاء بهذه المستهدفات في خلال الفترة القادمة. وفقنا الله جميعاً إلى ما فيه خدمة الوطن، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. شكراً سيادة الدكتور رئيس مجلس الوزراء، شكراً جزيلاً، وأتقدم بخالص الشكر والتقدير لسيادته على هذا التعقيب الشامل على ما أبداه السادة الأعضاء من ملاحظات. والآن يتفضل سيادة النائب المستشار أحمد سعد الدين، وكيل أول المجلس ورئيس اللجنة الخاصة ومقررها بالتعقيب.